بأحد طريقنا إلى المباني التي اعتبرها النظام سكنات عسكرية. هذه هي المتاريس التي كان يضعها حواجز الأمن. وهذه أحد الغرف لعناصر الأمن والشبيهة. وقبل خروجهم من المبنى قاموا بحرق المنوال. الله أكبر. هذا هو أثر الدمار. انظروا ماذا فعلوا بمساكن المواطنين. هذه هي الإصلاحات. يحاولون السرقة. سأتابع طريقي إلى الآن. انظر. هذا هو الرصاص الذي يقتل فيه بشار المواطنين الآمنين. الله أكبر. وها هو أكل المواطنين. أكل المواطنين أصبح على الأرض. كل هذا قبل خروجهم من المبنى. وهو صندوق الرصاص.